هذه من الجلسات المميزة جدا عقدها المركز المصري للدراسات الاستراتيجية في ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ حول الدور اللي ممكن تقوم بالأحزاب في التنمية المستدامة ومقاومة التغيرات المناخية. الحقيقة الأحزاب السياسية لها دور مهم في رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية هذه القضية، وأيضا لابد للأحزاب أن يكون على أجندتها التشريعية مزيد من التشريعات التي تدعم الحفاظ على البيئة وتدعم الاستخدام الطاقة النظيفة وكل هذه الأمور. والحقيقة تناقشنا في كمان ما قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار الفترة الماضية من عقد مزيد من الندوات والجلسات النقاشية حول قضية التغيرات المناخية كأحد القضايا المطروحة في COP27 وكأحد القضايا المطروحة في الحوار الوطني. ويمكن كان هناك إشادة في هذه الجلسة بالدور اللي قامت به التنسيقية في هذا الأمر. أصبحت القضية الملحة وتهدد في المقام الهدف الأساسي اللي بيهدف إليه كل الأحزاب السياسية وهي مكافحة البطالة والفقر هي التغيرات المناخية، فأصبح هذا الهدف ومن ضمن الأهداف الأساسية وحجر الزاوية في أهداف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إن لابد عشان أحارب الفقر والبطالة لابد إن أنا يبقى عندي وعي كامل بمشكلة التغيرات المناخية، وإن أنا نعمل على محاربة التغيرات المناخية بخلق حالة من الوعي لدى وعي مجتمعي وتغيير الوعي المجتمعي وتغيير سلوكيات الأفراد الضارة بالمناخ والبيئة. ما في شك إن الموضوع المتغيرات المناخية أضفى مسؤولية كبيرة على الأحزاب السياسية، وأصبح من الضروري على هذه الأحزاب أن تأخذ في اعتبارها كل ما يتعلق بهذا الأمر الخاص بالمتغيرات المناخية من ثلاث جوانب. الجانب الأول خاص بأن يكون هذا الموضوع على جدول أعمال هذه الأحزاب، يكون جدول أعمال دائم، موضوع دائم مستمر. نمرة اثنين، مهم جدا أيضا أن تقوم الأحزاب بدور توعوي، أن يوعي المواطن المصري بموضوع التغيرات المناخية وتأثيراتها، لأن مهم جدا زي ما قلت في المقدمة في جلسة أن ننقذ المواطن المصري من مرحلة المشاهدة والمتابعة إلى أن يكون مشاركا بفعالية في موضوع التغيرات المناخية.